بسم الله. اذا من الخريف اللي فات قبل فصل الشتاء وقبل كيفاش نقولوا قبل فصل الشتاء وفصل الثلج وقبل سفاري للمغرب ما جيتش للواد لهنا يعني من 25 نوفمبر. اذا هاد الدار هادي كتباع، كاين شي حد راه بغى يبيع هاد الدار هادي هنايا؟ ايوا إذن ما جيت لهذا الواد هذا ضماني رجعت لهاد العشيه باش نشوف نتسرى شي شويه نشوف الدنيا نشوف كيفاش داير الواد، واش داب الثلج لا كلاص جليد ديال الماء، واش داب الواد اولا مازال جامد على عين. هذا هو المنظر كيفاش كيبان، الناس الديور مازالين عامرين من الثلج، ما كاينش حس بلادنا على برا، حس بلادنا على برا، الناس كلها غابره في ديورها، كاين البرد محرك وتنحس بالبرد قاسح، كنحس بالبرد قاسح ما فيهاش، مي راه بدات هي تيدخل الربيع شويه انت يظهر لي مازال الواد مازال جامد كما كنشوفو الثلج، ولكن ما تنظنش واش كاين شي حد اللي غادي يغامر باش يمشي بالموطوناج ديالو، قدرش الناس دابا يخافوا من الوادي ولا سميتو لاكلاص تتحل تتهرس تحتهم تحت الوزن ديالهم، داكشي اللي الناس بزاف اللي غيجيو هنا مي كيدار لي مازال الناس تيغامرو، مازال الناس تيتمشاو برجليهم هنا. اوبس لا لا انا زلقت الحمد لله ما طحتش، الناس عاد كيتمشاو. واحد تقبع هنايا، هادي تقبع هنايا درت كلشي حاجه ديال الماء هنا ولا شي حاجه، غادي يكون خطير دابا الناس كيخرجوا هنا بان لي موطوناج راهم كيتمشاو. دابا راه قرب الغروب كيف كنشوفو قرب الغروب، اذا راه كيتمشاو هنا لي موطوناج مازال كيتمشاو، هاد السي تيبان ليا فري يعني مازال الناس كيتمشاو فوقو، ولكن ما كيبان لي حتى شي حد دابا في هاد الوقت هذا كيتمشى فوق الماء، لا مكاينش. ها هو الواد هنايا بعادين هنا نورمالمون هنا الماء كاين، هنا هذا هو الحد ديال الماء، كي دابا راه كلشي جامد مازال جامد عاد. انا جيت ربما مأخر في العشيه بحال هكا قبل غروب الشمس، اذا ما كاينش شي حد اللي غادي يخرج بالموطوناج يتسارى ولا شي تسارى هنا ولا شي حاجه، ما كاينش. نشوف الدور هذه الدار تبنات هي الاخر، هاد الدار هذه تبارك الله واحد الخيرات ما شاء الله، هاد الدار هذه ما شاء الله يعني بوحده واحد الستيل اللي مبنيه به ما شاء الله يعني كيفاش نقول يعني دي فايت المليون دولار، اكيد دي فايت المليون دولار. تبارك الله يا مزال عمر بكلتو، لا الحال الحبوب يعني البرد محرك، برد حال المحرك اللي كيجعل البرد كيكون الحال كيكون بارد اكثر، كيكون محرك البرد ما يمكنلكش ماشي ساهل باش يبقى فيه الانسان توقف فيه 5 دقائق صافي. الطياره مسافره هنا السلام عليكم.